قطاع الصحة هو من أهم الملفات الخدمية. إقليم كردستان طور نفسه في جميع القطاعات السياحية والخدمية والبنيوية، واليوم مشاهدينا سنتحدث عن قطاع الصحة في إقليم كردستان، ما هي تطوراته وما هي معوقاته وكل تفاصيل قطاع الصحة. تابعونا مشاهدينا في حلقتنا لهذا اليوم. هكذا انطلقت القمة الوطنية الأولى الخاصة بصناعة الأدوية برعاية وزارتي الصحة في العراق وإقليم كردستان، وبمشاركة وزارة التخطيط في الإقليم ونقابات الصيادلة، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه صناعة الأدوية من حيث الجودة والسعر ومصادر الأدوية ومنع غير القانوني منها، إضافة إلى الحاجة لوضع حد لعدد الصيدليات في العراق أجمع. شاركنا في هذا المنتدى الخاص بصناعة الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة. هذا المنتقى تم تنظيمه من قبل نقابتي الصيادلة في العراق وأقليم كردستان، وأهمية هذا المنتدى يأتي في توقيته والذي يتزامن أيضاً مع العملية الإصلاحية التي تقوم بها حكومة أقليم كردستان في قطاع الصحة. وأول ملف في أولويات الإصلاح كان ملف الأدوية وجودتها وأسعارها وسلامتها. كذلك خطونا خطوات كبيرة في ملف قطاع الأدوية، وخاصة التعليمات الصارمة للشركات والتي تصنع الأدوية أو تستوردها، كذلك الفحص الدوري للأدوية قبل وصولها للمواطنين، وأيضا تحديث قائمة الأدوية بشكل مستمر والاعتماد على الجرد الإلكتروني للأدوية بدلا من الطباعة بشكل كلاسيكي، كما عملنا على وضع لائحة أسعار جديدة تضمن مصلحة المواطن أولا وليس الشركات. القمة تضمنت معرضا خاصا بصناعة الأدوية على المستوى الوطني والعالمي، بينما أشار بعض الصيادلة إلى ضرورة هكذا لقاءات لإعادة الثقة مع المواطنين. بالحقيقة أخذنا دورنا الرقابي ودورنا كصيادلة بالنقابات حتى نحاول نجمع الوزارتين ونجمع الحكومتين، اللي هي وزارة الصحة الفيدرالية ببغداد ووزارة صحة إقليم كردستان. الهدف الأول هو توفير الدواء الآمن والفعال لكل مواطنين الشعب العراقي، لذلك هذه خطوة أولى من خطوات كثيرة راح تكون إن شاء الله حتى نجمع الوزارتين، حتى نوحد الرؤى، نوحد طريقة التعامل مع الأدوية، نوحد طريقة الاستيراد، نوحد التسجيل وإلى آخره. فإحنا قمنا بدورنا وأخذنا على عاتقنا هذه المسؤولية لتقريب وجهات النظر بين الجميع. مبدئيا ماكو دواء يدخل للصيدلية إذا ما يكون جايب قائمة معينة، هالقائمة تكون جاية من مذاخر. الأدوية اللي ناخذها لازم تكون مفحوصة ومسجلة، المفروض تكون جاية من مكاتب علمية محددة، كل مكتب علمي إلا مجموعة من الآيتمات اللي تدخل للصيدلية. احنا كديسبنسنج يعني آلية الصرف نقسمها إلى نوعين، الار اكس اونلي اللي أصرفها بس براشيته يعني إلا طبيب يكون كاتبها، أو اللي تكون باي هاند اللي هي الأو تي سي، الاحتياجات العادية، البنادول جماعتها هالأشياء. وتطورت صناعة الأدوية في إقليم كردستان بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة عبر طرح شركات عدة محلية ودولية، الأمر الذي فرض ضرورة سن قوانين جديدة من شأنها المحافظة على السلامة العامة. لقناة زاغروس تي في شيار محمد، السليمانية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حديث الاقتصاد. اليوم ضيفي الكريم الدكتور سامان برزنجي، وزير الصحة في إقليم كردستان. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية يعني تحدث لنا وللمشاهدين عن مهام وزارة الصحة في إقليم كردستان. يا أهلا وسهلا بكم. أهلا بك، فرصة سعيدة. أهلا وشكرا على البرنامج واختيار الموضوع الصحة. صراحة الصحة هو مختلف من كل القطاعات الأخرى، لأن هو القطاع الخدمي، وفي كل الدول وفي كل مؤسساتنا اللي ربما مؤسسات صحية الوقائية أو ربما مؤسسات العلاجية، مؤسسات اللي هو مستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية الأولية، مؤسسات خدمية وتشمل كل العوائل، كل الأعمار وكل الفئات المجتمع. لذلك بدون فرق احنا كوزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان في كابينة الأخيرة اللي هو كابينة التاسعة بدينا بتغيير النظام الصحي لنحو أفضل خدمات ولنحو أفضل التقنيات العصرية. نعم دكتور، هل لك أن تطلعنا على الخطة الحكومية في إقليم كردستان لدعم وزارة الصحة؟
في برنامج الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كردستان لها دور كبير وفي تركيز كبير على قطاع الصحة والاهتمام بالخدمات للمواطنين في إقليم كردستان. لذلك احنا حضرنا تفاصيل البرنامج الحكومة من كل أدوار القطاع الصحي في مؤسساتنا وقدمنا وبدينا. مع الأسف وباء الكورونا يعني شوية تأخرنا في تنفيذ خططنا، بس بعد احنا بادين في جانب الوقائي، من جانب العلاجي، من جانب الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي تنظيم الخدمات بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هو مستشفيات الأهلية. وحضرنا بعض التشريعات والمسودة القوانين خصوصا في جانب التأمين الصحي وفي تنظيم القطاع العام والقطاع الخاص. لذلك بدينا، بس أول ما احنا بدينا في هو إصلاح في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية اللي هو عندنا مؤسسة كواليتي كنترول KMCA تشرف على نقل واستيراد وتصدير الأدوية والمستلزمات وتفحص وتنطي اللايسنس للأدوية والمستلزمات الطبية حتى تستعملون بطريقة صحيحة في قطاع العام وفي قطاع الخاص. نعم دكتور، كان هناك مؤتمرا البارحة في السليمانية وحضرتكم يعني كنت في هذا المؤتمر، ما فائدة هذه المؤتمرات للأقليم وما أهميتها؟ يعني لأهمية هذا المؤتمر مثل ما حضرتك حاكي عليها، لأهمية هذا المؤتمر احنا كوزارة الصحة شاركنا، ومشكورا لنقابتين اللي هو نقابة الصيادلة العراق ونقابة الصيادلة في إقليم كردستان، اثنيناتهم مسوين مؤتمر على وضع الصيادلة وإصلاح في قطاع الصيادلة، وبعض التشريعات ناقشنا في مختلف الجانب العمل في القطاع الخاص والعمل في قطاع عام وفرصة العمل للصيادلة وتعامل الصيادلة مع الأدوية. وإحنا كان عندنا فقرة خاصة وحكينا على دور الصيادلة في إصلاح في ملف الأدوية والمستلزمات الطبية. لذلك مؤتمر ناجح وفي وقت مناسب، لأن إحنا أوردي إحنا بدينا في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي آخر أسبوع أعلنا بتوفير الأدوية في كل المحافظات الإقليم بطريقة صحيحة وبطريقة جودة عالية، وهذا هو الهدف الرئيسي اللي هو المؤتمر الصيادلة في البارحة في السليمانية. نعم. ومشكورا وبنجاح كبير المؤتمر كانوا. طيب دكتور، يعني ما هي الإيجابيات المنتظرة من المناقصة التي أعلنت عليها حكومة إقليم كردستان لتوحيد أسعار 230 نوع من الأدوية؟ يعني ما هي الفوائد طبيا واقتصاديا؟ هذا الفقرة التوحيد النوعية لتكون نوعية جيدة والكواليتي الرائعة حتى لتوفير الأدوية في مستشفيات الحكومي بطريقة صحيحة بدون اختلاف من محافظة إلى محافظة أخرى. وهذا المشروع بعدما درسوا من خلال أكثر من 6 أشهر من جانب الفرقة الأجنبية صاحب خبرة لإدارة المشاريع ولتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ولتقليل الأسعار والمصاريف الحكومة على الأدوية والمستلزمات الطبية، ولتوفير أفضل حتى تكون توفير دائمي. هذا مشروع كتجربي، أما هذا الفرق الخبير الدولي اختاروا تقريبا عدد من الأدوية والأدوية خلينا نقول قبل المستلزمات الطبية حتى يكون تجربة. إذا نجحنا راح
توسع توحيد مواد اخرى ان شاء الله. نعم. طيب دكتور، كم يعني كما قلت حضرتك قبل قليل، مر اقليم كردستان في وباء كورونا، يعني وكان عليكم الثقل الاكبر طبعا يعني في هذه المرحله. ما هي المشاريع التي عملت عليها وزاره الصحه او انشائها في اقليم كردستان لمواجهه كمثل هذه الحالات في وقت كورونا وفي المستقبل؟ يعني فهناك كما نسمع يعني أوبئة أخرى يعني غير كورونا. يعني كورونا هو من نفسه هو أزمة، يعني أي دولة أي بلد أي حكومة من واجه الأزمات أو نوع من الأزمة الجديدة من جانب الصحي اللي هو كورونا، يعني أول شيء إدارة الأزمة هو يصير إنجاز. فالحمد لله حكومة إقليم كردستان مع دعم دولة رئيس الوزراء شخصيا وبكل الدعم المادي والمعنوي ومستمر جنابه على الخط يوميا، صاروا بتفعيل كل الإجراءات اللي هو حكومة إقليم كردستان على مستوى الوزارة على مستوى الوزارات الأخرى على مستوى الدوائر والمحافظات. بدينا بالإجراءات اللي هو إجراءات على محيط المجتمع، بعض الإجراءات العلاجية، بعض العلاجات التشخيصية في مختبراتنا وإجراءات الوقائية. فلذلك حكومة إقليم كردستان عندها نصر كبير على كورونا مقارنة بالدول الأخرى، حتى بالدول الأوروبية وبالدول المتقدمة حسب المؤشرات اللي احنا يعني نركز عليها في تقارير الدولي، في تقرير منظمة الصحة العالمية، وفي تقرير وزارات الصحة في إقليم كردستان وفي وزارة الصحة الفيدرالي في العراق. لها نصر كبير ونجحنا وسيطرنا على الكورونا بدرجة مقارنة أفضل مما متوقع من الدنيا. فالحمد لله، بس صاروا أزمة جديدة، يعني تعب الطاقم الطبي من الأطباء والكوادر الطبية والحكومة والمصاريف، وبدعم كل المنظمات الخيرية أو أشخاص المجتمع أو فئات المجتمع الخيرية. الحمد لله بنينا بعض المشاريع الجديدة في فتح مستشفيات جديدة تابعة للكورونا أو خاص باستقبال وعلاج الكورونا، وفتحنا بعض المختبرات الجديدة، ووضعنا المؤسسات الميكانيكية خلينا نقول مثل في عناية مركزة وفي معامل الأكسجين إنتاج الأكسجين. وهذا كل ما إجرى هذا الإجراءات من خلال يعني فترة قصيرة وفترة قياسية. فمقارنة بهالأزمة اللي احنا أوردي نعاني من الأزمة الاقتصادية وفي إقليم كردستان، الحمد لله صاروا قليل من العدد الوفيات والعدد المصابين مقارنة بالدول الأخرى. دكتور، سنعاود حديثنا ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وأهلا بك ضيفي الكريم دكتور سامان برزنجي. دكتور سامان، يعني القطاع الصحي هو قطاع حيوي مهم ورافد اقتصادي لأي بلد، يعني كيف يستفيد إقليم كردستان من الاستثمار في هذا المجال؟ يعني هو استثمار في مجال الصحة وفي مجال كبير،
يعني كل الخدمات الصحية ما مشمول بس خدمات العلاجية، ربما هو خدمات الوقائية في المجتمع. يعني أكو هواية الإجراءات، وفي مجال التصليح في دور الصحة في كل المؤسسات الأخرى وفي المجتمع وفي جانب على واقع الأرض، يعني هواية أشياء يراد لها تطبيق تعليمات الصحة في كل الإجراءات، في الأسواق، في أماكن عامة وفي معامل وفي، لذلك استثمار في مجال الصحة لتكون بتوجيه أو باتجاه مصلحة المواطن والمصلحة العامة، نتيجة الوضع الصحي راح يستحسن في البلد. قطاع الصحي مو مثل أي قطاع الأخرى، الصحي يعني قطاع خدمي، بس قطاع خدمي مع كل الفئات المجتمع في كل العوائل وفي كل الفئات أو أعمار المجتمع. نعم. طيب إقليم كردستان اليوم يعني هو وجهة سياحية للجميع، يعني سياحية من الداخل وخارج الإقليم أو خارج العراق، يعني أيضا يعني ما عدا السياحة هناك الزيارة الطبية، كيف وصل إقليم كردستان إلى هذه المرحلة، وما هي يعني الخطط التوسيعية لمجال الصحة والمستشفيات في إقليم كردستان؟ يعني أكو نوعين من الزيارة الصحية، أكو نوع كزيارة صحية وطبية المواطنين اللي يجون من الوسط وجنوب العراق أو أي مكان خارج إقليم كردستان يجون للإقليم كردستان، صاروا إقليم كردستان كمركز السياحة الطبية في قطاع الخاص في مستشفيات الأهلية والمراكز التخصصية. يعني أكو عدد كبير من المرضى أو جرحى أو حتى في مجال غير العلاج وفي مجال التجميل وفي مجال الأخرى، يجون الناس أو المرضى والجرحى يأخذون العلاج والإجراءات من ضمن الخدمات المستشفيات الأهلية، هذا زيارة صحية. أكو نوع ثاني اللي صاروا ضغط كبير على مؤسساتنا ومستشفياتنا، هو المواطنين خارج الإقليم كردستان يجون يأخذون العلاج ويرجعون، خصوصا في مجال العلاج القلبية والعمليات القلبية أو في مجال خدمات السرطانية وتأخذون العلاج الكيميائي، وفي بعض الاختصاصات غسل كلوي، يعني مثالا ضغط كبير، يعني إضافة إلى النازحين واللاجئين موجودون في إقليم كردستان، بس أكو عدد كبير من المواطنين وإخواننا والإخواتنا في خارج الإقليم كردستان يأخذون العلاج في إقليم كردستان في مؤسسات الحكومية أو في مراكزنا، فصاروا ضغط كبير، يعني حوالي من بين 40% إلى 60% من المواطنين والمراجعنا هو من ضمن المواطنين اللي هو خارج الإقليم كردستان حسب الاختصاص والمستشفى. نعم. طيب يعني ما الذي تقدمه وزارة الصحة لذوي الدخل المحدود، ويعني ما هي المشاريع الصحية أو الطبية لهؤلاء الفئة؟ يعني خدمات طبية والخدمات الصحية عموما من جانب الدولة تقريبا شبه مجاني، يعني كل المواطنين، أي مواطن تقدر تأخذ العلاج والأدوية والعمليات والفحوصات والأشعة والمختبرية وكل شيء. ولكن دكتور هناك حالات يعني ليس من الممكن أن تكون، يعني مثلا عمليات جراحية لا يمكن إجراؤها في مثلا المستشفيات الحكومية، فيجب أن يتجه إلى مستشفيات الأهلية. في يعني هذه الحالة ما الذي تقدمه وزارة الصحة؟ معظم العمليات وأكثر العمليات وعدد يعني نسبة موجود في مستشفيات حكومية، بس هو مرات مشكلة طبعا في الطوارئ، هو من خلال 24 ساعة ليلا ونهارا أجري العمليات في صالات العمليات، بس بعض الحالات الكولد كيس وحالات الباردة يراد له وقت في قائمة الانتظار، بعض المواطن هو ما ينتظر أو كلش مستعجل يريد يأخذ العلاج أو عمليات عاجلا، لذلك هم يحاولون على البرايفت بدلا من هذا التحويل إلى المستشفيات الأهلية. احنا عندنا مشروع ورد دوام
نفتح كل الصالات والمستشفياتنا صالات العمليات لنعمل ولتشغيل صالات العمليات كسيمي برايفت او شبه خاص، خلينا نقول يعني مشترك بين العام والخاص، يعني الاطباء ورا الدوام يرجعون يشتغلون عمليات بسعر رمزي. وفي بغداد نفس الفكره موجود من القديم الزمان، مثل ما يقول دار التمريض الخاص، يعني هذا سعر مناسب ورمزي، فهذا يصير منافسة للقطاع الخاص. نعم. المواطن والفقراء يقدرون يأخذون العلاج والإجراءات العمليات من خلال هذا المشروع. هذا بالنسبة للمستشفيات الحكومية. طيب دكتور، يعني ما هو تقييمكم لأداء المستشفيات الأهلية، وهل هناك يعني لجان مراقبة مالية وصحية على هذه المستشفيات الأهلية؟ يعني من خلال هالسنتين الأخيرة احنا بدينا بمراجعة التعليمات والضوابط على المستشفيات الأهلية والمراكز التخصصية، فأكو توجه جديد في حكومة إقليم كردستان، شروط وحالات وتعليمات جديدة لفتح أو لاستثمار أي واحد في مجال المستشفيات الأهلية، وعندنا فرق التفتيش والمتابعة في الدوائر وفي نفس الوزارة على المستشفيات الأهلية، يعني حسب تعليمات جديدة حسب المواصفات والمتطلبات المستشفيات الأهلية لازم أكو شروط جديدة والمستلزمات اللي احنا نطلبها قبل ما ننطي إجازة. هذا بالنسبة لذلك شوية في تطور في القطاع الخاص والمستشفيات الأهلية، يعني مستشفيات جديدة من جانب البنية التحتية والأجهزة والخدمات، صاروا فرق مع المستشفيات القديمة. والمستشفيات القديمة اللي ما عندها الشروط هالشروط احنا نعطيه فرصة حتى تغلق المستشفى او تبدل على غير مستشفى، يعني حسب المستشفى. بس عموما احنا ما نعطي الإجازة او رخصة العمل في المستشفيات اذا ما تطبق كل الشروط والمتطلبات لوزارة الصحة مالتنا. نعم. ما هي المعوقات التي يمكن أن تواجه وزارة الصحة من حيث المجال المادي، وما هو دور المنظمات الدولية في دعم وزارة الصحة؟ المعوقات هو احنا ما عندنا التأمين الصحي. التأمين الصحي يعني تقدر تحلل كل المشاكل والمتطلبات والثقل على مؤسسات الدولة، لأن بالنسبة للمواطن حكومة أو وزارة الصحة نقدر نفتح مخرج أو حتى نرفع المستوى الخدمات الطبية في القطاع الخاص والحكومي. هذا مشكلة ما عندنا، فإحنا حضرنا هذا المسودة القانون التأمين الصحي. دور المنظمات خصوصا في هالسنتين الأخيرة كان عندهم دور كبير، وإحنا من خلال علاقاتنا مع المنظمات الأمم المتحدة خصوصا WHO UNDP UNHCR UNICEF UNFPA وبعض المنظمات غير حكومية دولية أو بعض القنصليات والسفارات، بعض الدول الأصدقاء، بعض الأشخاص على مستوى المحلي يعني أو منظمة محلية وأشخاص، الحمد لله قدرنا نأخذ ونتوفر الخدمات بمستوى رفيع ومستوى العالي، يعني نقدر نقدر بالملايين الدولار. احنا استفدنا من الخيريين أو المنظمات الخيرية أو من الأشخاص الخيريين لفتح المستشفى، لبناء، لتوفير الإسعافات، أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة وحتى المعامل الأكسجين، كلهم متعاونين والحمد لله. لأن قطاع الصحة في كل الدول يعني تعتمد على الدعم من الجانب المجتمع، من جانب المنظمات والأمم المتحدة، يعني ماكو بالدنيا إن نظام صحي تعتمد على الدولة وحده. نعم. أو لذلك احنا أخذنا النموذج في كورونا اللي هو دعم المستشفيات والمؤسسات الصحية من خلال المنظمات أو من خلال الأمم المتحدة، استفدنا وأخذنا نموذج كبير والحمد لله.
طيب اليوم دكتور العراق وأقليم كردستان يعاني من موضوع تهريب الأدوية وتفشي المخدرات يعني في العراق والأقليم وفي العراق بالأخص، يعني ما هي خططكم لمواجهة مثل هذه الحالات، وهل هناك يعني مراكز لتأهيل المدمنين بدل من زجهم في السجون، وما هي برأيكم يعني التكاليف التي ممكن أن تصل لها هذه المشاريع؟ يعني مواد مخدرات أو مكافحة المخدرات والإدمان، أول قانون في كابينة التاسعة في حكومة إقليم كردستان صدر، وإحنا كوزارة الصحة صدر قانون رقم 1 في سنة 2020. هذا القانون أول مرة في إقليم كردستان لمكافحة بجوانب كثيرة، وفي اشتراك بين الوزارات والمنظمات والإعلام والمجتمع المدني كلهم. فشكلنا لجنة عليا في إقليم كردستان برئاسة وزارة الصحة لإدارة المخاطر ومكافحة الإدمان. بدينا بالاجتماعات وصدرنا التعليمات الجديدة وبعض الإجراءات. إحنا بعدنا إحنا في بداية هذا المشروع، لأن مشروع جديد بالنسبة لنا. بالنسبة للمستشفى أو مكان أو مركز، حسب القانون عندنا مركز مشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة. حضرنا كشفية ومن خلال هذا المشروع بناء المستشفى أو مركز التأهيل والعلاج الإدمان إراد له يعني ميزانية خاصة، ودزينا وأرسلنا إلى مجلس الوزراء، وإن شاء الله حسب الإمكانية الحكومة إن شاء الله في مجال توفير هذا الميزانية إن شاء الله راح ننشأ مركز لتأهيل وعلاج الإدمان. نعم دكتور، يعني في سؤال أخير، ما هي المشاريع المستقبلية لوزارة الصحة، وإلى ماذا تطمح وزارة الصحة في المستقبل؟ يعني مشاريع، أكو أنواع من المشاريع. إذا قصدت مشاريع التشريعات، إحنا أوردي بدينا وبادين بالإصلاح وتغيير النظام الصحي مع عدد من الخبراء الدوليين اللي عندهم خبرة كبيرة من الدول الأخرى في تصليح النظام الصحي. وفي مشاريع العلمية اللي ترفع المستوى العلمي والمستويات الخدمات الطبية، وأكو مشاريع البنية التحتية اللي هو بناء مستشفيات وتعمير المستشفيات وتجهيز الأجهزة الطبية. المشاريع الأخرى اللي هو مشاريع البنية التحتية تعتمد على الأولوية. حكومة إقليم كردستان يعني ركز على أولوية حسب أولوية حاجة المستشفياتنا، منطي بعض الميزانية للتصليح أو بناء أو تكملة البناء اللي ما ممكن بالقبل. طب دكتور، يعني في هذه المشاريع هل هناك محافظات بحاجة أكثر من غير المحافظات؟ بالتأكيد، كل إحنا عندنا 7 مديريات عامة للصحة. كل مديرية عامة عندها مشروع أو فقرات من الأولوية المشاريع اللي هو ميزانية مخصص من حكومة إقليم كردستان حتى نوزع على هذا الأولوية. بس إذا نسأل على المشاريع الاستراتيجية الجديدة، هذا تعتمد على وضع الاقتصادي، وإحنا أوردي عندنا وحضرنا المشاريع، بس يراد له ميزانية كبيرة ويراد له وقت مناسب في وقت أو في زمن حالة الاقتصادية والوضع الاقتصادي يصير زين في حكومة إقليم كردستان حتى نبني مستشفيات كبيرة في كل المحافظات والمراكز التخصصية يعني أكو هو الأجهزة الطبية مثل القسطرة وقلبية والإمارة وسيتي سكان، يعني كل الميجر ديفايس. تعتمد على الوضع الاقتصادي. نعم. إذن دكتور سامان برزنجي وزير الصحة في إقليم كردستان، كنت ضيفا كريما معنا، شكرا لك دكتور، وشكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.